تحت رعاية وزارة التجارة السودانية وبإشراف السفارة السودانية لدى إنجمينة، انطلقت فعاليات معرض المنتجات السودانية، وذلك من خلال حفل رسمي تحدث فيه سعادة السفير عبد الحفيظ حسن صالح، الذي قال إن هذا المعرض يدرج في قائمة المبادرات السودانية الهادفة إلى رفع مستوى التعاون بين تشاد والسودان. وعقب الحفل الخطابي، قام أمين الدولة بوزارة التعليم العالي الدكتور حسين محسار حسين برفقة سعادة السفير وعدد من كبار المدعوين بقص الشريط إذانا منه بالانطلاقة الرسمية لفعاليات المعرض، حيث تجول الوفد بأجنحة المعرض التي تمثل كبرى مصانع السودان والشركات، وخاصة تلك التي تصنع السيارات ومواد البناء والمواد البترولية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من المنتجات السودانية المتنوعة بما فيها المعدات والآليات الزراعية. والملاحظ أن المشاركة كانت قوية في كافة مجالات الصناعة. سعادة سفير جمهورية السودان جدد حرص بلاده على ترقية سبل التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. هذا في إطار ترويج المنتجات السودانية وفتح الأسواق أمام الانفتاح نحو أفريقيا ودول أفريقيا المركزية، وبالتأكيد جاد السودان دولتين شقيقتين وحقيقة الشعب واحد في بلدين. الأمن الذي تشهده المناطق الحدودية أمر يشجع تصدير المنتجات السودانية إلى تشاد، وذلك نسبة لتوافق الرؤى بين الزعيمين التشادي إدريس ديبي إتنو ونظيره السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير. التعاون الاقتصادي والتبادل الاقتصادي ضروري لنهضة هذه البلدان، وتشاد والسودان نموذج للتكامل، لأن كل العوامل الاجتماعية والجغرافية والتاريخية كلها تستدعي أن التبادل التجاري هو يمثل ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي. هذا المعرض يلعب دورا هاما في الترويج للمنتجات السودانية وتقوية قنوات التواصل ورفع القدرات الاقتصادية للبلدين، ويعتقد أن هناك صفقات ستعقد خلال المعرض بين المستثمرين السودانيين ورجال الأعمال التشاديين. وقد أطربت فرقة فنية الحضور بأروع الأغاني السودانية.